يكاد يلخص تاريخ بلد وأزمة وطن لكثرة ما يرويه عن نفسه من إرث وأناس مروا به. إنه شارع الرشيد قلب بغداد النابض، وإسطورة العراقيين التي تذكرهم بإرثهم العتيد منذ قيام الدولة العباسية واتخاذها بغداد عاصمة لتلك الخلافة. عرف الشارع سابقا باسم خليل باشا نسبة إلى الوالي العثماني حاكم بغداد آنذاك، الذي قام بشق الطريق الممتد من الباب الشرقي من جهة الرصافة إلى الباب المعظم بمحاذاة نهر دجلة مطلع القرن الماضي، بهدف تسهيل حركة الجنود العثمانيين ومرور عرباتهم. طبعا شارع الرشيد ما ممكن وصفه بوصف سريع، لأنه هذا أول شارع حديث حضاري انفتح في بغداد سنة 1916 بزمن خليل باشا. خليل باشا حاليا التمثال مال عبد الكريم قاسم، افتتحوه قبل أكثر من أسبوعين البيت مال خليل باشا. بس احنا واقفين هنا رأس الجسر مقابله يصير حافظ القاضي. حافظ القاضي كان من نهل باب الشيخ، حافظ القاضي كان مستورد مال سيارات وكان يبيع انتيكات، ما عنده احد يستورثه. فهذه المحلات اللي علمنا مقابله قبل العبخانه كانت كليه املاك حافظ القاضي، بما فيها البنايه اللي صارت على شكل سمكه. تيجي تقدم لي قدام اول اورزدي، اورزدي باللغه الفرنسيه يعني هو مال السوق المركزي. كان اورز باق اول سوق مركزي بالشرق الاوسط وفي بغداد، حاليا ورا امامنا صاير السوق المركزي. تيجي بعدين هنا هذه كانت سينما الزوراء. هذه كانت سينما الزوراء مقابلها مقهى صيفيه، مقهى المربعه كانوا يسموها، لانه سياجه حديديه مقهى المربعه. الان كارثه، يعني ماكو فشيء حضاري اللي نشوفه في هذا المكان. هنا كان مجمع مال سينمات، كان المسرح مال جاسم شرف موجود مقابل اورزباك، حاليا صاير جراج مال دراجات ناريه طقيت بصوره للاسف. بشارع الرشيد باربع فلك، اربع مكانات، اربع جسوره في شارع الرشيد من بدايته الى من الميدان الى الجسر مال باب الشرجي هذا الاخير اللي ورانا. باسواق حسوا مقابلنا يصير اسواق، حسوا كانت اسواق مميزه. صالح محسن اقمشه اجنبيه كان يجيبها بصفة اورزباق المحل ماله. هذا اللي وراك هو سيد سلطان علي، بمدفونين سيد سلطان علي مدفون بهذا الجامع، وهذا كان جامع مهم مقابل السوق مال السنك اللي صار. الامال هذا بشارع الرشيد انه تحول، هذا كان كل يعني تسمع به اغاني فيروز من جد تفوت، مكان سياحي بالنسبه للجانب بالنسبه لاهل بغداد، ما ينقطع الاصوات مال الاغاني التراث القديم، يختلط به عفيف اسكندر على ام كلثوم على لميعه توفيق على يوسف عمر، هذا كل نسمعه من نفوت. فمن نطلع من السينمات هذا حاليا هسه صار كل هذا مضخات ومحلات تجاريه ما تليق في هذا الشارع. بغداد لازم تجمل ولازم تعال. بغداد حاضرة العراق. تحول شارع الرشيد إلى معلم مميز للحياة ببغداد، وأضحى طريقا رئيسيا لساكنها والمتبضعين منها. لذلك تجنبت الحكومات المتعاقبة هدم بعض معالمه، فاتخذ الشارع انحناءات وتعرجات أضافت إليه تميزا ونكهة، حتى أطلق عليه الإنجليز عند احتلالهم بغداد عام 1917 شارع النصر، لكن الاسم تغير في الحقبة الملكية أيام الهاشميين إلى شارع الرشيد بعد اقتراح من أحد علماء بغداد. بالنسبة لشارع الرشيد، شارع من الشوارع الشاخصة في العديد من الدول العربية مثل الشانزليزيه في باريس وفي محمد علي في القاهرة وشارع الحمراء في لبنان. أسس شارع الرشيد على ركام الاحتلال العثماني سنة 1916، افتتح شارع الرشيد وسمي في شارع خليل باشا. شارع الرشيد يحتوي على العديد من دور السينما والجوامع والجسور. يتميز شارع الرشيد من السينمات القديمة، سينما روكسي، سينما الشعب، سينما الوطني، وسينما علاء الدين، وسينما صلاح الدين الصيفية. فيكون شارع تسمية سينما الشعب هي تسمية قديمة، سينما الزوراء كانت اسمها،
والعديد من المقاهي، مقهى البرازيلية اللي كان صاحبها لبناني وتمتاز بالتقاء المثقفين والفن التشكيلي وكتابات الرواد والرحالة. يحتوي على شارع الرشيد على الكثير من المثقفين، منها مثلا العالم جواد علي بدأ كتاباته ورسالته بدأ بيها من شارع الرشيد في عمارة جميل حافظ. فشهد شارع الرشيد العديد من الأحداث، فتراكمات الحروب والظروف الاقتصادية جعلت شارع الرشيد يحتضر في الوقت الحاضر سبب الظروف الاقتصادية، مما أدى إلى الإهمال وتسليط الأضواء بالنسبة للحكومة. فقط نلاحظ الإعلام مسلط الضوء، ولكن الحكومة دون جدوى، أي تطور وأي احترام للتاريخ وللتراث ما موجود بشارع الرشيد. واحنا يعني نتامل منهم انه يطورون شارع رشيد، لكن الاهمال والتعمد في ازاله الشواخص وازاله التراث في شارع رشيد. يحوي شارع الرشيد الممتد على مسافه 4 كيلومترات 4 جوامع شهيره في بغداد ذات طابع تراثي، هي جامع الحيدر خانه الذي شيد في عام 1919، وهناك جامع مرجان وجامع سي السلطان علي وجامع حسين باشا. وقد شكلت هذه الجوامع اسماء لضواحي ومراكز سكنيه في الاحياء القريبه منها. شارع الرشيد كان شارع حلو، حلو شاعر رشيد كان مؤسس قبل، كان شاعر رشيد حلو. هذا شاعر رشيد كان بس شخصيات تمشي بيه، ناس مثقفة تمشي بيه. شاعر رشيد كان بأمان، شاعر رشيد كان بس يعجبك تحس نفسك انت طاب بشارع صدق، شارع تجاري حلو، ملابس كلها ملابس اور الزباق كله. شنو تريد، شنو تريد ببالك تلقيه بشاعر رشيد، تحس شاعر رشيد بالطبي، تحس كأنه تمشي بشارع صحيح، شارع صحيح، شارع تمشي بيه. هسه شوف الشارع بزبله وصاخه نفايات، ما ادري شو اسولف لك عنه، ما يسولف هسه، كارثه كارثه. وين كان قبل وين هسه؟ شارع الرشيد كان بس يعجبك، السينمات كانت بس السينمات شو احكي لك، السينما هسه كلها مخازن مال صوندات سووها، قبل كان السينمات راقيه. عندك سينما الزوراء، سينما علاء الدين هاي هنا كانت، عندك سينما الشعب، سينما الوطني، كان السينمات راقية. شارع الخيام عندك هاي السينما شارع الخيام. فقصدي من كلامي شارع الرشيد كان شارع تحس نفسك بيت تمشي بيه، تحس انك كأنك تمشي بشارع الرشيد، صحيح شارع الرشيد تمشي بيه، مو مثل هسه. هسه وصاخة وقذارة، السينمات باعوها، مخازن مال صوندات سووها، كلها مخازن مال صوندات سينمات. زين تعال هناك سينما الشعب الوطني فلشوها الاثنيناتين. فكان شارع الرشيد من تمشي بيه تحس كأنك تمشي بامان، تطلع بالليل بالعشرة بالدعش بالثناعش تمشي بيه، الساعة بثنتين ونص الشارع مهجور ما تقدر تمشي بيه، بثنتين الظهر ما تقدر تمشي بيه، شارع كله يعزل، حس كأن عبالك مدينة مهجورة، مدينة على شكل مدينة مهجورة. وين كان قبل تتمشى بالتسعة بالليل بالعشرة بالليل بالثناعش بالليل، عندك هاي المحلات نعيم عمو، محلاتك ومحلات كانت معروفة شخصيات، كلها انقرضت كلها انقرضت. ولا تقتصر معالم الرشيد على المساجد فقط، بل يضم أيضا 4 أسواق شهيرة في بغداد يعود بعضها إلى الحقبة العباسية، مثل سوق الهرج والسراي وسوق الصفارين والشورجة. شارع الرشيد هو يعتبر رمز من رموز بغداد وحضارتها القديمة، لأن أول شارع يعتبر تجاري ورسمي، وهاي الناس كلها تعرف هاي الشغلة. والرشيد كان هو علم يعني من أعلام العراق، بحيث يعتبر وكأنه من الشوارع المشهورة بالعالم، شارع إكسفورد ستريت بإنجلترا، شارع شانزليزيه، الشوارع التجارية المعروفة دول الغرب. من كانت بغداد وحضارتها القديمة اللي توازي خلينا نقول دول العالم، من أول الحضارات، من أول المراكز التجارية بالعالم. اليوم شارع رشيد تغير، الظروف تغيرت، المعالم تغيرت، الأوضاع السياسية والاقتصادية هي اللي خلت شارع رشيد يعني في انحدار. يعني كان قبل هو رمز من رموز التجارة بالعراق، والناس تجي من
اي مكان بالعالم ما تعرف بس شعر رشيد. يعني هسه اكو متغربين جوي صار لهم في 30 40 سنه برا 20، يجي يتغنى بشعر رشيد، يقول ذكرياتي بشعر رشيد، يعني بحيث بانه اوقات متاخره من الليل يكون شعر رشيد حيوي بنبض من الحياه، وهو دائما متصل بشارع بنواس، يعني الناس تيجي تتبضع وبعدين تقضي امسياتهم في ابو نواس، يروحون للترفيه بالليالي والسهرات الليالي. يعني كان وقت زاهي ذاك الوقت، الظروف مرت، الحالات الاقتصاديه والسياسيه، الان ما كل التفاته على شعر رشيد. يعني احنا نريد بانه تكون فد التفاته لهالشارع، لانه هو يعني مركز العراق ومركز بغداد، يعني نشوف الأبنية مالته كلها بيها جمالية وبيها زخرفة، يمكن أنه الجيل الحاضر ما يقدر، أنه تعتبر يعني من المراكز الأثرية، يعني فالمفروض تكون فد شعبة صيانة بأمانة بغداد، بأنه تجيب حتى خبراء، تستعين بخبراء من الدول العربية، من الخارج اذا موجودين بالعراق، والعراق بيئه كفوة هوايه، بانه هاي واجهه الابنيه القديمه ممكن ان تتعمر وتترمم، وممكن ان تدخل الحداثه في الابنيه القديمه. يعني احنا خلينا نشوف الشكل، هو شكل قديم يعني ذو صيانه حلوه، وممكن بالداخل تكون من ارقى الابنيه الحديثه. والطريف في الشارع وجود 1000 عمود من الخرسانة ذات التيجان على شرفات كل واحد منه، ويبتعد العمود عن الآخر مسافة 4 أمتار، ويقطع شارع الرشيد 4 جسور بين الرصافة والكرخ، وهم الشهداء والأحرار والسنك والجمهورية. كما يمر الشارع بأربع ساحات، هي الميدان والرصافي وحافظ القاضي وساحة الغريري. تاريخه كان كلش حلو، ملابس بيه بخياطين بي، يعني شارع كان كلش حلو زين سادي، كل هذا ملابس شارع الرشيد، تيد يعني واحد يسوق بالعيد يشتري من شارع الرشيد، كل ملابس أحذية رجالية نسائية مع أطفال، كان يعني شارع كلش ممتاز كلش حلو زين. أنا أقول لك يعني خربته الحروب، خربته حروب، حرب 90، حرب بوش، السقوط، يعني حيل يعني دمر. وكانت في شارع الرشيد 4 دور للسينما، هي النجاح والوطني والزوراء والخيام، وكذلك 4 مسارح، هي الرشيد والشعب وعلاء الدين وعشتار. وفي شارع الرشيد أشهر 4 أماكن مزدحمة بالزوار يوميا، هي الشورجة وشارع المتنبي وخان مرجان والمتحف البغدادي. وهذه الرباعية المدهشة في تاريخ الشارع كأنها تنبئ عن 4 حقب سياسية في تاريخ العراق، منذ العهد الإنجليزي والملكي والجمهوري وعهد الاحتلال وتبعاته. حيدر الأسد، سكاي نيوز عربية، بغداد.